ما تابعنا التقرير فعلا الله يعين العالم صحيح. والأهالي، يعني كتير صعب هذا الموضوع. رح نحكي اليوم عن هالموضوع مع الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية، صباح الخير، صباح يعني الله جمال، يعين الأهالي، ما صباح السعادة، وصباح الله يعينهم يا رب. صباح الله يعينهم. أكيد يعني غالية، مثل ما تابعنا بتقرير زميلتنا تمام. ربا صالح نزلت على الشارع، ودائما الكاميرا الإخبارية بتكون بقلب هيك الشارع وبين العالم، فالعالم شرحت معاناتها النفسية. صحيح. أكيد في معاناة نفسية إنه يلا رجعوا على المدرسة في الصبح درسوا وعلموا، ولكن في عبء مادي، والعبء المادي هو اللي بيأزم نفسيتنا كلنا، فخلينا نحكي عنه. تفضلي. تمام يا عزيزتي، بداية ان شاء الله كل عام وانتم بألف وانت خير. بألف فعلا خير يا رب. ما كان بالتقرير نحن على بوادر دخول بالعام الدراسي، طبعا العامل النفسي بهي الحالة بهي المرحلة جدا مهم، جدا اساسي، جدا حيكون حركة فيصلية بهذا الموضوع، حالة التجهيز النفسي بناء لكل الطرفين، للأم والعائلة وللأطفال اللي هن بعد راحة وبعد سهر وضياع وقت، فكتير صعب انك ترجعي تضبطيهم بوقت، ترجعي تصحيهم على وقت محدد، في لهم واجبات، في لهم التزامات، حتى الام بحد ذاتها اللي موجوده بالبيت بصير في عندها كتير تحديد بالوقت كونها بدها ترتبط معهم. فالعامل النفسي جدا 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 مهم، وبتشكركم انكم اضاءتوا عليه لانه فعلا كتير مهم. كيف بدنا نستقبل هذا الموضوع؟ تمام. اولا خلينا نبدا مع الام، لانه هي لازم يكون في عندها استعداد نفسي انه انا الطفل اللي كان تاركته هيك انه على الحبل الغارب، انه اوكي يلا اعمل اللي بدك اياه، ساوي اللي بدك اياه، انا مريحه راسي شهرين ثلاثه. بلشنا هي بدها تصير في عندها تكتيك، لكن عندها بدها تصير اعاده جدوله من اول وجديد، انا رح ارجع اصحى من اول وجديد الصبح. طبعا هي المعاناه الاولى بالنسبه لهم، طبعا يعني انا ما بلومهم اكيد، انه انا بدي اصحى من اول وجديد، بدي فيق بكير من اول وجديد، بدي جهزه نفسيا كيف بده ينزل على المدرسه. في نقطه كثير مهمه، انه الطفل هو المرايه الصغيره اللي موجوده لك، موجوده بالبيت بسكناتك بحركاتك، حتى احيانا ممكن بحالتك النفسيه هو مرايتك كيف ما تحركتي. فانت رواء، خليني اقول لك نوعا ما هو حيكون كثير رواء، انت متقبله الموضوع فنوعا ما كمان حيكون هو متقبل الموضوع. فبداية خلينا نقول انت بتفيقي الصبح، بتجهزي حالك قبل بعشرة ايام، انه اوكي معلش فنجان القهوه اللي بنشربه لو ما في مدرسه الساعه 10 يعني. تمام يعني عليك، خلينا نبلش نشربه شوي الساعه 9، يعني احنا عم نحكي عن استعدادات الام هلا اول تمام شيء. تمام، لانه مثل ما قلت لك هي عامل اساسي حتى يكون في انطلاقيه ايجابيه. فبنبلش بناخذه 9:30 قبل بعشر دقائق، تنامي ديناميكية الجسم والساعة البيولوجية بتبلش بتتبدل، ما عاد تفيقي بهذا الحالة المتحولة فيها انه انا ما عم لحق، وين اجى الاوتوكار، نزلت اتاخرت، هلا المديرة بتطلبني حرام عن جد، بتحسي عم تركض من غرفة لغرفة، انه اخر شيء فعلا حطوا مرة هيك انه بتسكر الباب وبتطلع، فهي بالنسبة لها صارت يعني في حالة من الفرح يعني انه طلعوا من البيت. فانه بس هي استعدادها النفسي انه اول شيء تتحدث بينها وبين حالها انه انا بدي ارجع فيق بكير، بدي فيق الابتسامة على وجهي، هن ما لهم طالعين على مكان انه رايحين هن مشوار ما عاد يرجعوا منه، ما في داعي يحسسه انه انت انا رح ارتاح منك انت رايح على المدرسة، اكيد لا، بده يطلع انه للاسف في امهات وهي عم بتلبسوا على المدرسة، انا كان بدي مدرسة، انا ناقصني كان يكون عندي، انا ليش وقت كبرتوا اسم الله وقت كنتوا صغار صح. فهو بيسمع هذا الكلام، فالماما ما بتحب المدرسة وأنا ما بحب المدرسة، حالة سلبية يمكن بتعطيها الأم لأولادها، الماما بتتضايق من المدرسة وأنا ماما كمان بتضامن معك بتضايق من المدرسة، فكتير من الله. تمام أكيد، فكتير لطيف نحن كأمهات نجهز حالنا كيف أنا بدي استقبلها، كيف الابتسامة بدي تكون على وجهي، لو بدي أتصل معها شوي هنا العشر دقائق تحملوهم معلش قبل ما يطلع برات البيت، بعدين ننتقل للحالة النفسية تبع الطفل وكيف تجهيزه. طيب كيف ننتقل لتخليص الأطفال من عادات الصيف؟ يعني كمان هي مرحلة مثل ما قلتي هنا بالصيف متركين على راحتهم، بيناموا بفيقوا امتى ما بدهم، عشوائية الوقت هي بتكون بالصيف موجودة بكل تفاصيلها. هلا وقت بنفوت على المدرسة لا صار في عنا تنظيم حقيقي، تمام. يعني ببلش من لحظة الاستيقاظ للمساء. شيء أكيد يا عزيزتي. تمام، خلينا نقول انه بداية المدارس بوقت محدد كتير لطيف، منبلش قبل بعشرة ايام، قبل باسبوع، من نضبط وقت النوم انه ماما خلص تعال نجرب النوم بهذا الوقت، تعال نخفف شوي، خفف شوي شوي، اما اني انا اعمل الحركة انه بكرة المدرسة يلا قوم نام هلا الساعة 8 مستحيل، رح تفوتي بمعركة انت وياه ورح تتقاتلوا وهو رح يعذبك وانت رح تتعذبي معه ورح يفيق كان نهار ثاني نهار رح يكون صباح كثير مزعج وكتير سيء، لانه حطيتني انتوا اثنين رح تطلعوا بحاله سلبيه. صح. نبدا قبل باسبوع بنحاول نعمل له هيك روداج انه انت بدك ترجع تنام بكير، بنحاول كتير نعطي الصوره الايجابيه
إيجابية للمدرسة، رح ترجع تشوف رفقاتك، رح نرجع نعمل نشاطات جديدة ومن هالأشياء هي كلياتها، ليتقبل فكرة إنه كان مثل ما تفضلتي بعشوائية الوقت منطلق هيك على الأشياء اللي هو بيحبها، ليرجع ينضبط بوقت محدد. صحيح. فالأكل نرجع نضبط له كمان حتى مواعيد الغداء والفطور وهالأشياء هي كلياتها، مواعيد النوم، نرجع بنحاول ندخل كلمات الإيجابية، المدرسة حلوة، رفقاتنا حلوين، المعلمة اللي موجودة تمام. كتير حدا لطيف، كتير بيحبك، كتير ناطرك لحتى ترجع بشغف، يعني إنه بس نخلق هاي الأشياء الموجودة بالنسبة لإله. غالية، يمكن الضغوطات النفسية اللي عم يعيشوها الأهالي، يمكن الولد ما بيحس هو وصغير بأي ضغط نفسي عم يعيشه الأهل، سواء إنه تأمين احتياجات أطفالهم تمام. سواء المشاكل العائلية، ما في بيت خالي من المشاكل العائلية أكيد. بتجي الأم اللي عندها 4 أولاد أو 3 أولاد، ما رح نكتر أكتر من هيك، بدها كلهم تفيقون على المدرسة، هي إذا ما كان عندها جامعات يفيقوا لحالهم. قديش الأم لازم هيك شوي كمان تكون هيك يعني شوي منضبطة، أحيانا عن جد مثل ما قلتي بتأثر سلب على الأطفال، مثل إنه بتتأفف من الصباح، بتفيق مكشرة وبتلف الساندويشة وترجع تنشط لبنتها شعرها، فقديش شوي بده يكون في شوي هيك هداوة، تقدر تعمل ريلاكس قبل، قديش بده يكون في دعم. هلا كنا عم نحكي عن الدعم النفسي، دعم صحيح. نفسي للأم يلي هي متحملة كل شيء، أكيد الأب ما أحيانا بيكون بيساعدها، بس بقى غالب الأحيان هو العبء الأكبر على هي هذا المخلوق يلي عم يتحمل كل شيء يعني. صحيح يا عزيزتي مثل ما تفضلتي. طيب شو رأيك بتجربة كثير لذيذة؟ تعالوا نجمع كم أم في عندها مثل ما قلتي أطفال عدد كبير وبمتناسب بالأعمار، كثير لطيف، أكيد في عندها مجموعة من الأصدقاء، طلعي أنت وياهم بفنجان قهوة الصبح أو تجمعوا بمكان وبلشوا تداولوا شو ممكن يصير معك. انت شو بيصير معك وانا شو بيصير معي. ليه؟ كل واحدة من بناتنا عندها اطفال، هي بتعرف في حدا بالدنيا بيتعب قد منها وما في حدا بيركض قد منها. اولادي اصعب، اولادي انا اصعب، يمكن ما عاد في مجال الكتالوج اللي طلع منهم اولادي تسكر من بعدهم. طيب لما انا بتناقش انا وياكم نفسيا وبقعد فانا بطرح مشكلتي وانت بتحكي وانت بتحكي، يلي بيصير انه بنلاقي نقط اشتراكيه، حضرتك بتعطيني حل بدون ما تشعري، وانتي نفس الشيء بتعطيني حل، وانا نفس الشيء بعطيكي من خبرتي. طلعت انا من هاي القعده روحت فيها عن نفسي وتحدثنا بهي، خليني اقول لك المشكله النفسيه اللي هلا جايتهم انه مدرسه، اخف وطئه. اما خليني لحالي انا بهذا المكان الخاص وانا معتقده انه انا عندي اصعب مهمه بالكره الارضيه، فعلا رح لاقي انه انا اصعب مهمه لي، وخاصه كل ما مرت ولقيت انه زوجها نايم، ايه خليك نايم انت، انا اللي عم بركض بالولاد. فهون بده لما بدي فيه اصلا على فنجان قهوه رح تتقتل هي وياه، انت كنت نايم وانا كنت عم بعمل وقيم وحط مانك حاسس بالشيء اللي عم بصير، فوت بدائره النكد دائره جديده، بدي هون بيقول لك بقى نكديه. فلا خلينا نخفف، فكره كثير لطيفه، اطلعي اعملي انت زياره قبل المدرسه بيومين، اشربي فنجان قهوه مع صديقاتك وتحدثوا بهذا الموضوع، بترجعي شوي مغيره وجهه نظرك عن الموضوع، شوي عندك انه لا مو انا اصعب قصه، في عندي حدا كثير ناس اصعب منه، يمكن انا تعلمت منهم واعطيتهم فكره، فهي حيله نفسيه ممكن شوي نخفف عنها. ولا بأس انه كل فتره تتكرر مره، كل اسبوع 10 أيام بتضلي بتروحي عن حالك بهذا الموضوع وفعلا بتفيقي باستشراق، ويضل عندها قاعده انت بس هالساعه اللي عم تتعذبي فيها الصبح انه محمد بعد هالساعه حتعملي فنجان النسكافيه تبعك، فنجان القهوه تبعك اللي هو بتعدي برواق. بعدين كمان يعني الصراحه هن عم بنشوف انه نص الامهات هن عاملات. صحيح. يعني مع خروج اطفالهم هن هيك عم تطلع ورا، عم يطلعوا وراهم، حتى احيانا الامهات عم يكونوا بالصيف مستمر عملهم. صحيح. الموظفات الموظفين يلي ما لهم علاقه بسلك التعليم فينا نقول، يعني هن مستمرين بفئتهم الصبح بشكل دائم، بس انه هلا قبل بنص ساعه لانه في عليهم واجب الطفل. هلا الام عندها دور، حكينا قبل شوي عنه انه هي تبتسم الصبح، انه هي تعطيهم طاقه ايجابيه لاطفالها، كيف بتعمل على الاستعداد الذهني والبدني للأطفال؟ يعني في استعدادات بدنية بموضوع أنه يلا خلينا نجرب ننام قبل بوقت، خلينا كذا، بس الاستعدادات الذهنية كيف بتكون؟ تمام يا عزيزتي، كتير رائع، كمان الفكرة كتير حلوة. قبل بأسبوع 10 أيام تعال ماما ننزل الكتب اللي موجودة عنه، تعال نعمل إعادة تدوير لدفاتر اللي ممكن نستفيد منهم. حلو. عم دخله أنا للعالم شوي شوي بحالة كتير لطيفة، يعني عم بعمل دخول كتير لطيف، مو أنه يلا نزل الكتب لنشوف شو عنا، لا تعال نرتب أنا وياك الكتب، يعني
كثير بيستمتع بهالقصة على فكرة، هو نزلي له المكتبة اللي موجودة عنده. أيوة تمام. يعني فندون مين بيطلع معنا على السنة الجاية، مين ممكن نحن ما لنا بحاجته، خلص لازم نتلفه. فهون بيستمتع وبترجعي بتحسسي انه بلشنا نعمل الوداج من اول وجديد. طيب كثير لطيف كمان انك تقدمي مساعدة لطيفة للمعلمة اللي داخلة لعندها. تعال نستذكر انا وياك شو كان في السنة الماضية، الأساسيات، الأرقام، الحروف إذا كان هي المعلومات الأساسية. يمكن هدول بدهم شهر عن جد، ما بدهم أسبوع عن جد، لحتى أساسا ما يعصبك وأنت راجعة لما بتلشي من أول نهار. يلا يا ماما الوظيفة، يا ماما الوظيفة، ماما نسيت أمسك القلم. كتير ممكن أطفال بيعانوا منه بعد 3 شهور فعلا بصير في عندهم بتقلوا بالحركات، حركات ماما نسيت أمسك القلم، تعي امسكي إيدي، تعي عدي حدي، تعي عملي لي، تعي ساوي لي. طيب قبل بشهر 10 دقائق 10 دقائق هيك تمريقه على السريع على السريع، كثير حتلاقي انه هو رجع للجو معك، ما عذبك، وفعلا باول يوم بلش ياخذ الواجبات تبعه، ما عاد هذا الطفل المتمرد على الموضوع انه انا شو عم بيصير، انه انا اول مره ممكن يقعد قدام دفتر الواجبات بيتعرف عليه من اول مره انه ماما بحب اعرفك دفتر الواجبات هاي المدرسه، انه بيطلع لك هنا بيعمل استغراب نسيان كل شيء. انا بعرف اكتب ماما، مش انا عندي وظايف من الاساس. بيعرف يكتب غاليه، ولكن دائما الصحه النفسيه للطفل من صحه النفسيه طبعاً. الأهل حتى في معاناة تانية يمكن بيعيشوها الأهل، هنن يعني مو بس انهم متأزمين، حتى الطفل أحيانا بيكون متأزم نفسيا من رجعته للمدرسة، ممكن يكون عانى بالصفوف السابقة من مشاكل يمكن ما حكوا عنها. مثل ما قلتي ضروري يكون في جلسة هيك بين الأطفال وأهليون. شو ليش ما بدك ترجع على المدرسة، ويمكن سبب فشل أكثر من أكثر نسبة من الأطفال هي إنه المدرسة عملت لهم مشكلة، ما عاد حبوا الدرس أو ما عاد رجعوا. البيت أولا والمدرسة ثانيا، عندك كمان لازم يكون في تعاون بين الأهالي والمدرسات أو المدرسين، بس خلوا ابنهم شوي هيك مرتاح ليرجع يكفي بطريقة صح. تمام يا عزيزتي، فعلا كتير رائع. في سؤال لازم يكون يومي، ماما شو صار معك اليوم؟ تماما، احكي لي في شيء زعجك حتى لو ما حكى. فهذا السؤال بيعطي الطفل اول شيء الامان والطمأنينة، فبيحاول يضل يطلعك دائما. يوم اللي بيقول لك انه انا ماني حابب المدرسة، لما بيكون في آلية حوار بينك وبينه اكيد رح يفتح لك هذا ويقول لك ليه. ممكن طفل عم يزعجه، ممكن اسلوب معلمه يكون شوي مزعج بالنسبة له او ما تقبله هو كنفسية، فانت بتحلي هاي المعضلة. الفكرة الأساسية الثانية انه طبيعي جدا يكون في تواصل بيني وبين المعلمة، ما اخذها انه هي حدا عم بيعلم لي طفلي، لا اخذها الجانب الإنساني. دائما اتودد لها، دائما كون حدا لطيف بالنسبة لها، لانه هي كتير مساعد معنوي بالنسبة لي. انت بتعرفوا هذا الشيء، لانه لما بتقول كلمة هي او لما بتناشد بتصرف او فعل مستحيل حدا يقدر يرجع يبدله غير هي بحد ذاتها، كونها بتكون كتير مؤثرة بالحالة النفسية اللي موجودة معه. فدائما نحن بنقول انه دائما خلونا عم نتحدث معه، مو بس نحكي معه لما بده يعمل الوظيفه، مو بس نحكي معه او نخانقه لما بيضيع اشياء او اغراضه، مو بس نحكي معه انه يلا قوم على المدرسه او يلا قوم نام. هذا الحديث المتواصل كل نهار اولا بيقوي الرابط الامومي اللي بده يكون بيني وبين الطفل، بيقوي الرابط الانساني اللي بده يخلق بعدين بيني وبينه، وبعدين بضل بعده بالخبايا الموجوده عنده. بعرف شو المشكله، انه فعلا ما عم بيحب يروح على المدرسه. في اطفال دلال، في اطفال ملل، في اطفال ما في شغف عم بيلاقوه بهذا الفعل الموجود، فلازم دائما يضل في تواصل حديث بيني وبينه. يعني هذا التواصل الا ما يوصل دائما لنقطه ايجابيه ما بيكون ابدا في شيء سلبي. في كمان هنا موضوع الطعام، دائما الاهل يمكن بنقول انه في منبهات بيطعموها الاولاد، الاهل لاولادهم عفوا، بتساهم بانه هنا ما يقدروا ينام، بانه هنا يكون عندهم عشوائيه. هذا الموضوع كمان بيتنظم قبل فتره منيحه من المدرسه. يعني عليك جدا كتير بأروائية كمان بس بده وقت. ما نجي نبلش ننظم قبل بيومين وثلاثة، ما رح نستفيد شيء. انت عم تتعاملي مع منظومة يعني إنسانية دقيقة جدا. هذا الطفل الصغير ما هو هذا الحدا العشوائي، هو أذكى كتير من التعامل معه بعشوائية. كتير رائع انه انا بدي اعطيه شيء، بدي اعطيه مثلا الاكلات تبعه او بدي اعمل له وجبه العشاء نظم له اياها، كمان ببدا معه قبل فتره كثير بسيطه تمام، بحاول انهي انا هي الاكلات انه وبرر له ما في تاكل هي ليش هيك، ما في شيء اسمه هيك. وانت عم بتجاوبي لانه كلمه هيك انت فتحتي له فضاء واسع. بكره عندك مدرسه ما بتعرفي تعي بقى انه انا ليش ما اشرب شاي. انت دخلتيه بمجالات معقول ما بتفرحها مام 50 مره بالليل. لا هو بده يوصل انه انت ما بتحبيني، ما عم بتخليني اشرب شاي. وما بيعرف انه انت مثل ما تفضلتي انه بدك تفوت على الحمام كثير، وممكن انا ما بامن انك تدخل على المدرسه، بخاف عليك واو من هالاشياء هي كلياتها. ما في شيء اسمه هيك. يوم اللي بتقولي له لا لانه هيك،
وضلي معهم ووصلت فكرة انه اقتنعت لحتى يقول لك انه ايه اقتنعت. طب عد لي الجواب، ليش انا قلت لك هيك؟ لا خلص بتتخمر الفكرة عنده. طب حتى لو قلتي له ايه، قلي له ايه بس كمان عطيه مبرر حتى يعرف انه الماما او انا لما بتحكي معي اي شيء فهي بتحكي معي انه لانه هيك. لما حدا بيسأله ليش الماما عملت هيك، لانه هيك، ما في عندي هيك وبس اتركه بهذا الفضاء المفتوح تبع انه وبعدين عشوائيه يعني أكيد لازم الطفل يعرف اكيد لا التبرير لكل شيء بنعمل له اياه. وننسى فكره انه انا عم بتعامل مع طفل، للاسف العوام بتقول لك انه هذا طفل مجنون. ذكرتيني بقصه، ذكرتيني بقصه بالاهل وقت كانوا يقولوا لا انه ليش لا هيك. لا هيك هيك ما في هيك، كان موضوع انه ليش لا هيك ونحن نصر نعرف ليش طبعا لا. يعني دائما مثل ما قالت غالية ميسان، الطفل اذكى بكثير من انه نتعامل معه بطريقه عشوائيه. كان موضوعنا لليوم كان كثير مهم وخاصة على افتتاح المدارس. ان شاء الله بيكبرك ابنك بتشوفي كمان بالمدرسه ان شاء الله. ان شاء الله وبنركض بنركض قال يعني مع عن جد يعني شكرا للمعلومات اللي اعطيتينا اياها، ان شاء الله تكون فادت كل الامهات ان شاء الله يا رب، وكل الامهات يلتزموا فيها لحتى يوصلوا لصيغه كثير صح بالتعامل مع اطفالهم ويقدروا يفوتوا على المدارس بكل طاقه وحيويه. شكرا كثير لك غاليه. بشكركم كثير ان شاء الله من اول وجديد، وعن جد ان شاء الله كل سعاده وكل الحب تكلل ايامكم وترافقكم بكل لحظه، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. شكرا لك غاليه، كلنا بحاجه لهذا الدعم النفسي. شكرا لوجودك.